بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم هي تتكلم عن intravenous anesthetic agent. بداية مقدمة لازم نعرف معلومات معينة عن ال intravenous anesthetic agent, الفارماكوديناميك والفارماكوكاينتيك, حتى نعرف شلون ال behavior of anesthetic agent inside the body. So بداية كتعريف, هي ال drugs اللي when given intravenously in an appropriate dose cause rapid loss of consciousness. This is often described as occurring with one arm brain circulation time. That's simply the time taken for the drug to travel from the site of injection, usually from the arm to the brain where they have their effects. الأدوية اللي تسبب لي rapid loss of consciousness هي هذا اللي نسميها ال intravenous anesthetic agent. عادة الاكتيفيتي مالتها والاكشن مالتها يبدي ب one arm brain circulation, معناها انه بس مجرد الانتقال من site of injection اللي عادة بالهاند نخلي الكانولا الى ان يوصل للبرين اللي هو المكان of the action of these drugs, المكان اللي راح تبدي فعاليتها عليه. شنو استخدام هذه الادوية؟ They are used for first for induction of anesthesia. That means induction anesthesia prior to other drugs being given to maintain anesthesia. هي الدراج اللي نعطيها بالبداية حتى نولد عملية induction of anesthesia. Second, for deep sedation. عادة تستخدم كsole agent, فقط هي هذا الagent واحدة يستخدم في الshort procedure. فنسمي لازم نولد لفد deep sedation, لأن راح نستخدم بس دراج واحد حتى يولد لي فد level من الانستيزيا يقدر الجراح يشتغل الاوبريشن اللي عادة تكون short operation وminor operation. بعد as a maintenance of anesthesia اللي عادة نسميها total intravenous anesthesia, نرمزلها بالرمز تيفا. And finally to provide sedation. هذه هي الاستخدامات for intravenous anesthesia. راح نتكلم عن شنو اللي يصير للدراج أو intravenous drug من بداية الاندكشن, من بداية ما نعطي بلس دوز إلى أن يصير بي اكسكريشن كامل إلى نهاية الأويك, إلى أن يبدي يستيقظ المريض. From induction to awake up the bolus induction IV induction, شنو اللي راح يصير بيها من أمور داخل جسم الإنسان. On entering the bloodstream, مع بداية دخوله, جزء من هذه الدراجز percentage of these bind drugs bind to plasma protein, راح ترتبط بالبروتينات معينة. إذا أول ما يدخل الدراج جزء من عدة راح يرتبط, نسميه plasma protein, نسميه protein binding percentage. With the rest remaining unbound, البقية الباقية ما راح تكون مرتبطة بأي بروتين, فش نسميها, نسميها free. فعندنا جزئين free وعندنا bound. Degree of protein binding will depend upon the physical characteristic of the drug. يعتمد الارتباط بها حسب الصفات الفيزيائية لكل الدراج, انه نشوف ايش قد نسبة الارتباط بالبروتينات. هذا يرتبط بالاسيديك, هذا يرتبط بالبيزيك, وامور اخرى هي اللي تحدد لي مدى ارتباط الادوية بالبروتينات. Then the drug is carried in venous blood. احنا اعطينا الانستيزيا بالفينوس بلاد, راح يبدي ينقل من الفينوس بلاد لمن يروح للرايت سايد اوف ذا هارت. مثل ما نعرف انه كل الاورده يتنقل الدم للرايت سايد اوف ذا هارت. من الرايت سايد اوف ذا هارت راح ينتقل خلال البولمونري سيركيليشن, اند ذن وين كم تو ذا ليفت سايد اوف ذا هارت. ومن الليفت سايد اوف ذا هارت راح يتحول الى السيستميك سيركيليشن. فالمرحله الاولى دخل الفينوس بلاد, صار جزء من عنده مرتبط بالبروتين وجزء من عنده فري, راح يبدي يتحرك خلال الفينوس بلاد يوصل للرايت سايد اوف ذا هارت, بعدين للبولمينري سيركيليشن, وراها للليفت سايد اوف ذا هارت, ومن الليفت سايد اوف ذا هارت تو ذا سيستميك سيركيليشن الى بقيه انحاء الجسم حتى يبدي الفعاليه مالته. لازم نعرف انه حوالي 70% ماجورتي اوف ذا كاردييك اوتبوت يروح على اجزاء معينه من الجسم. شو نسميها هذه الاجزاء؟ نسميها فيزل ريتش اورجانز, اللي هي البرين, ليفر, كدني,
and heart. هذا الجزء نسميه vessel rich organ، هو الأورجان اللي organs اللي تاخذ نسبة عالية من البلد، تقريبا 70% من البلد اللي يدفع الهارت يروح لهذه الأورجانز. Thus a high proportion of initial blood is delivered to the cerebral circulation. وبهذه الحالة راح نعرف انه نسبة كبيرة من هذا الدم واللي يحتوي لنا على الدرايك وين راح يروح؟ راح يروح للبرين للسيربرال سيركوليشن، على اعتبار انه جزء من الفيزل ريتش اورجانز. The drug then pass along the concentration gradient from blood into the brain. ورا ما وصل للسيركوليشن اوف ذا برين، وصل للأوعية الدموية اللي موجودة بالدماغ، راح يبدي ينتقل من الدم من الأوعية الدموية لمن يروح؟ يروح للأنسجة نفسها، الأنسجة الدماغ نفسها. عن طريق شنو؟ عن طريق الجريديانت، التركيز مالته راح يكون أقل داخل الأنسجة الدماغ، فيتحول من الدم إلى الأنسجة الدماغ حسب الجريديانت احنا نسميه، معناها وين التركيز الأعلى، ينتقل من التركيز الأعلى للتركيز الأوطى، وبهذا راح ينتقل من الدم إلى الأنسجة الدماغ اللي هي السيربرال تيشو to the brain. The rate of this transfer is depend on انتقال هذه الأدوية من السيركوليشن إلى البرين تيشو راح يعتمد على عدد من العوامل، اللي هي أول شيء arterial concentration of unbound free drug. إيش قد نسبة الفري درج هناك؟ ليش مهم؟ لأنه الفري درج هو اللي يعبر، اللي مرتبط بالبروتين راح يبقى inside the blood، ما راح يعبر لأنه راح تكون البروتينات عدد أجزاء كبيرة ما تقدر تعبر البلود فيزل وتروح للأنسجة، فراح تبقى داخل البلود، فيا هو اللي ينتقل بس الفري بارت اوف ذا دراج. بعد ليبيد سوليبلتي اوف ذا دراج، كل ما كان الدراج ليبيد سوليبل كل ما راح يذوب اسرع بأنسجة الجسم ويتفاعل معاها. ودجري اوف ايونايزيشن، الدجري اوف ايونايزيشن كل ما كان الدراج ان ايونايزد راح تكون عبوره للبلود برين بارير وللأنسجة اسرع، فاذا عندنا اذا كان الفري اكثر راح يكون انتقاله اسرع، اذا كان ليبيد سوليبلتي اكثر راح يكون انتقاله اسرع، اذا كان ديجري اوف ان ايونايزيشن الجزء الان ايونايزد من عنده مو الايونايزد، الان ايونايزد اذا كان نسبته عاليه معناها راح يعبر اسرع. ورما الدراج يوصل للسنترال نيرفس سيستم تشو وبدا يدخل بالانسجه راح يبدي التاثير مالته. هسه اكو نظريات كلش هواي على انه شنو الفعاليه مالت الانستيك دراج، شلون يوجد التاثير، شنو الانستيزيا تصير، هذا بيها فد تفاصيل هواي، بس احنا عندنا عاده المود اوف اكشن اوف معظم الانستيك دراج هو النون او مو مفهوم بصوره كامله، لكن على الاقل يعتقد انه تشتغل على فد ريسبتر معين مثل جابا اي ريسبتر، نمدا ريسبتر، واستيل كولين ريسبتر. Following the initial flood of the central nervous system and other vessel rich tissue with non ionized molecules the drug starts to diffuse into other tissue. ورا ما يتشبع الدماغ وبقيه الاورجانز اللي هي vessel rich، احنا قلنا اكو vessel rich organ راح تكون الكاردييك اوتبوت معظمها راح يروح لها، ورا ما تشبعت وين راح يروح الباقي الدراج؟ راح يروح ينتقل الى غير اورجان. هذا سكندري تشو ابتيك بريدومينانتلي باي سكيلتال مسل كوز بلازما كونستريشن تو فول. احنا طبعا معظم الكتله اللي تشكل لي الاورجان اللي هي مو ريتش فيزل ريتش اورجان، هذه هي تمثل اكثر شيء المسل، الكتله العضليه الموجوده داخل الجسم، فعاده ايش تسوي؟ تمتص عدد كبير من او نسبه كبيره من التركيز هذا الدرج اللي اعطيناه اياه. Allowing drug to diffuse out of the central nervous system down the resulting reverse concentration gradient. اجى البلد وصل للبرين وتشبع البرين، من عنده وين راح يكون بعدين؟ راح يدخل وين؟ راح يدخل بالبقيه الاعضاء اللي هي مو vessel rich organ اللي هي عاده تمثل لي المصل، لان كتله المصل كتله كلش عاليه فتاخذ كميه كبيره من الدرج. ورا ما دخل الدرج بالمصل واستقر بالمصل راح تقل النسبة الموجودة بالدم، وبهذه الحالة راح نرجع للبرين راح نلقى نسبة الدرج الموجود بالبرين أعلى من نسبة الدرج الموجود باقي بالبلود فيزل،
وراح تكون الاتجاه عكسي، فيطلع من البرين ويروح وين؟ يروح للبلاد فيزل بالاتجاه المعاكس اللي حكيناه بالبدايه، انه ينتقل من التركيز العالي اللي هو بالدم الى التركيز الواطي داخل اسجد الدماغ. ورا ما امتصت العضلات جزء كبير من هذه النسبه من هذا العلاج، راح شو يصير؟ راح يصير انتقال عكسي من التركيز العالي اللي صار بالدماغ الى التركيز الواطي الموجود بالبلاد فيزل. هذا الشيء شو يسمونه؟ يسمونه ريديستريبيوشن او انيشال ريديستريبيوشن اوف ذا دراج. وهذا الانيشال ريديستريبيوشن اوف ذا دراج هو المسؤول عن الشورت اكشن اوف ذا انستيك دراج، هو اللي يخلي الادويه الانستيزيا او الاندكشن اوف انستيزيا عاده شورت اكتنج، يعني مدتها قصيره ومباشره نشوف المريض راح يبدي يرجع الوعي عنده. السبب انه مو هي انطرحت من الجسم وانما اخذتها المصل فيطلع من الدماغ وما يبقى به فتره اطول. So the initial redistribution of the drug into other tissue that lead to rapid wake up seen after single dose of induction of the drug. Metabolism and plasma clearance have a much less important role following single bolus, but are more important following infusion of repeat dose of the drug. هنا لازم نعرف انه شنو دور الكليرنس والميتابوليزم. يعني احنا لحد الان انتهت فعاليه الدراج اللي اعطينا للمريض كانستيك ايجنت دراج، انتهت عن طريق ريديستريبيوشن. الدراج راح تشبع بالمصل فقل التركيز بالدماغ وانتهى من عنده مفعوله. بعد عندنا طرق اخرى حتى ينطرح الدراج هذا كليا من الجسم، اللي هي شو نسميها؟ نسميه ميتابوليزم وبلازما كليرنس. يبدي يهضم او يسوي ميتابوليزم لهذا الدراج، وراها يطرحه كليا من البلازما. هذه طبعا التاثير مالته راح يكون اقل بمن بالاندكشن سنجل دوز اندكشن. يعني انا من اجي اطب بلس دوز مره واحده، معظم مفعوله راح يروح وين؟ عن طريق الانيشال ريديستريبيوشن. اكو اجزاء اخرى من عنده راح تروح عن طريق الميتابوليزم تنهضم، وجزء ينطرح خارج الجسم من البلازما، لكن الدور هذه بالبلس دوز دورها قليل ومو ذات فعاليه مهمه بالنسبه لهذا الدراج. لكن وين تكون مهمه؟ تكون مهمه اذا كانت ريبيت الدوز، اذا اعطينا دوز اخرى، يعني اعطينا بلس دوز ورا شويه اعطينا مره ثانيه ورا شويه اعطينا مره ثالثه، هذه يسمونها ريبيت الدوز. او اذا خليناه انفيوجن، خليناه تقطير، اذا خليناه تقطير للمريض فهنا راح تكون امور مختلفه. راح يكون الريديستريبيوشن بس بالبدايه، وراها راح يعتمد على من؟ يعتمد على الميتابوليزم وعلى الكليرنس. الميتابوليزم يحتاج انزيمات معينه، اذا عندنا مشاكل او نقص بعض الانزيمات راح يتاخر المريض الله يقعد. والكليرنس يعتمد على وظائف الكبد والكليه اولسو. الميتابوليزم كليا يعتمد على وظائف الكبد، الكليرنس يعتمد على وظائف الكبد ووظائف الكليه. عندنا the fat اللي نحسب مع البور blood supply اللي هي poor أو vessel poor tissue makes little contribution to the early redistribution of free drug following the bolus. However, following repeated dose or infusion equilibration with adipose tissue from a drug reservoir often leading to delayed wake up. دور الفات وال اديبوز تشو النسيج الشحمي الموجود داخل الجسم، دوره راح يكون بالبلس دوز كلش قليل. يعني الجرعه الاولى اللي ياخذها المريض راح يكون دوره كلش قليل. وين دوره مهم؟ راح يكون دوره مهم اذا كنا نعطي ريبيت الدوز او نعطينا انفيوجن. هنا راح يكون مثل الخزين لهذه الادويه، راح يخزنها وباستمرار يطرح من عندها شوي شوي بالبلد، فتشوف المريض يصير عنده ديليد ريكفري، يتاخر فتره طويله بسبب هذا الريزيرفر الموجود داخل الفات تشو. فهو ما يساهم لي بالانيشال ريديستريبيوشن، لكن يسوي لي ديليد ريكفري اذا صار عندي، اذا تشبع بهذا الدراج وبدا يطرح لي تدريجيا بالبلاد. هاي بالنسبه للموضوع، اذا حتى نعرف انه الدراج من يدخل الجسم الى ان يطلع من الجسم شنو الامور اللي راح تمر عليه. انستيت اوف ريديوس كاردييك اوتبوت، اذا كان عندي انخفاض بالكاردييك اوتبوت، هنا شنو راح يصير عندي؟ اذا جيت لقيت انه اكو هذا المريض عنده انخفاض بالكاردييك اوتبوت، شنو الامور راح تصير؟ طبعا ان سيركمستانسز وين كاردييك اوتبوت از ريديوسد ف
For example, after major blood loss or body or due to dehydration أو غيرها, the body compensates averting the increased proportion of cardiac output to the cerebral circulation. إذا كان المريض عندك decrease بالcardiac output, مثلا مرضى اللي عندهم bleeding, اللي عندهم loss of volume وhypotension, هنا الجسم راح يحاول يسوي compensation لأنه الدماغ هو أكثر شيء راح يحتاج blood. فش يسوي؟ يدفع جزء كبير من هذا الcardiac output باتجاه الدماغ حتى يحافظ على الفانكشن مالته. بهذه الحالة إذا أعطينا induction of the drug, البيشنت عنده decrease بالcardiac output, فراح نسبة كبيرة من هذا الدرج وين تروح؟ للبرين. ليش؟ لأن نسبة كبيرة من cardiac output راح تروح للبرين حتى يعوض النقص اللي عنده نتيجة ال decrease بالcardiac output. This preservation of cerebral blood flow in this situation is paramount, راح يكون شيء مهم, وبهذا جزء كبير من هذه الأدوية اللي انطيناها بال intravenously بالوريد وراح تدخل بالcerebral circulation. وبهذه الحالة لازم dose of induction a drug always be reduced. إذا كان المريض عنده decrease بالcardiac output لازم نقلل الجرعة. ليش نقلل الجرعة؟ لأنه نتوقع أنه نسبة عالية من هذه الجرعة راح تروح للدماغ, فلازم نقللها حتى ما نخلي المريض يتعرض إلى جرعة عالية مباشرة على الدماغ. هاي النقطة الأولى. بعد إذا as global cardiac output reduced, the time taken for the induction drug to reach the brain and exert its effect is prolonged. النقطة الثانية, as a global cardiac output is reduced, the time taken for the induction drug to reach the brain and exert its effects will be prolonged. معناها إذا كان cardiac output قليل, فالمسافة اللي راح يقطعها blood من الارم إلى البرين, اللي قلنا هي هذه المسافة اللي يحتاجها الدرج إلى أن يبدي بالفعالية مالته على الدماغ من بداية إعطاء الأنستيزيا بالفين بالارم إلى أن يوصل للبرين, هذه المسافة راح تكون أطول في حال cardiac output قليل. ليش؟ لأن راح يكون جريان بطيء. فبهذه الحالة لازم ننتبه الشيء أنه إحنا عادة من نطي ننطي الأنستيزيا بسرعة معينة نشوف المريض بعده أويك, وراح نضطر أنه نزود الجرعة, وهذا فشي خطأ. المفروض إذا البيشنت عنده decrease بالcardiac output أنتبه إلى شيء مهم, وهو أنه لازم أسوي slow titration. أول شيء لازم الدفع يكون بطيء حتى يتناغم مع الجريان البطيء للدم بسبب انخفاض الكارديك اوتبوت, ويفضل انه يسوي له بالديليوشن وما نسمى بالدبل ديليوشن, انه اخففه للضعف. ان شاء الله راح نتكلم عنه من نتكلم عن الدرج انه شلون نسوي دبل ديليوشن حتى نامن انه المريض ما يتعرض الى جرعات عاليه من الدرج بسبب اللو كارديك اوتبوت. نجي لموضوع اخر اللي هو ما هي البروبرتيز اوف ذا ايديال اي في اندكشن درج. شلون اقدر اقول انه هذا الـ IV drug هو ideal drug and can be used in best way to induce of anesthesia. طبعا عندنا مجموعة من الـ properties. ببداية الـ physical properties, شنو الخواص الفيزيائية لهذا الـ ideal induction drug. طبعا هو الـ ideal induction drug مو معناها فشي موجود, وإنما نحاول نحصل على هذه المواصفات حتى تكون standard في انتاج اي انستيك دراج, حتى نشوف منه الخواص اكثر, نحاول نولد به اكثر هذه الخواص حتى نحصل على افضل نتائج. الفيزيكال بروبرتيز تتضمن اولا ان يكون ووتر سوليبل اند ستيبل ان سوليوشن. كل ما كان ووتر سوليبل وستيبل ان سوليوشن كل ما افضل, حتى ما يصير الدراج يعني يتعرض الى اي تغير كيميائي اثناء الخزن. ثانيا ستيبل ان اكسبوجر تو لايت, اذا في حال تعرض اللايت, عندنا بعض الادويه مجرد تتعرض لايت راح يصير بها فالتفاعل كيميائي ويعني مفعولها راح يبدا يتغير, او قد تنتج بها ميتابولايتس قد تكون ضاره اصلا. فلازم يكون ايبل ان اكسبوجر تو لايت, لما التعرض لللايت ما ياثر على التركيب الكيميائي له. بعد النقطه الاخرى ان يكون لونج شيلف لايف. بعد نو بين اون انترافينوس انجكشن, ما يسبب الم اثناء الزرق. Painful when injected into artery, لازم يكون مؤلم لما نسوي له injection للartery, وبهذه الحالة يقدر يطينا فد الارم أو ينبهنا أنه الكانولا مالتنا بالartery وهذا احتمال يسبب لي مشكلة. Non-irritant when injected subcutaneously, إذا صار بي ليك تحت الجلد فما يسوي لي irritation. بعد
لو انسيدنس اوف ترومبوفلبايتس ما يسوي لي ترومبوفلبايتس، لان كثير من ادويتنا راح تسوي ترومبوفلبايتس والتهاب الوريد، وقد ما نقدر نستخدمه مره اخرى للكانوليشن، وان يكون تشيب يعني السعر مالته رخيص حتى يكون في متناول اليد. الخواصل الاخرى الكيميائيه عندنا الفارماكو كاينتيك بروبرتيز. نقصد بالفارماكو كاينتيك هو مفعول او فعاليه الجسم على الدرج. الفارماكو كاينتيك هي فعاليه الجسم على الدرج، شنو الجسم اللي يسوي للدرج. وهذا الشيء يضمن اول شيء ان يكون رابيد اونست ان وان ارم برين سيركيليشن تايم يكون سريع، ثانيا رابيد ريديستريبيوشن تو فيزل ريتش تشو بسرعة يوصل للفيزل ريتش تشو، رابد كليرانس عن ميتابوليزم طرحه والهضم راح يكون انه يفضل ان يكون سريع، ونو اكتيف ميتابولايتس لما يتكسر لما ينهضم هذا لما يسوي له ميتابوليزم يكون ما يضل عندنا فد ميتابولايت من عنده بقايا تكون فعالة وبها فعالية معينة، فلازم حتى نخلص من عنده يكون نو اكتيف ميتابولايت. الفارماكو دايناميك بروبرتيز اللي هي الفعالية العلاج على الجسم هنا. أول شيء هاي ثيرابيوتيك ريشيو، شنو يقصد بالهاي ثيرابيوتيك ريشيو؟ يعني أنه النسبة العلاج اللي يسبب لي توكسيسيتي على المينيمال افكتيف دوز تكون عالية، يعني أنه أنا عندي مثلا علاج معين هذا التوكسيك دوز مالته هو خلينا نقول 1 ملي جرام بير كيلوغرام، واقل جرعه لازم استخدمها هي 0.8 ملي جرام بير كيلوغرام، فهذا نسميه نارو ثيرابيوتيك ريشيو، يعني المسافه ما بين الامان والخطوره التوكسيسيتي كلش قليله. بينما اكو درج الاقل دوز ممكن نستخدمها مثلا 1 ملي جرام، والتوكسيك دوز هي 6 ملي جرام 10 ملي جرام، فالفرق كلش هواي راح يكون، هو كل ما كان الفرق اعلى كل ما كان افضل. بعد عندنا مينيمال كاردييك اند ريسبيراتوري افكت، راح يكون يفضل انه يكون تاثير على الهارت وعلى الريسبيراتوري افكت قليل، ونو هيستامين ريليز او هايبر سنسيتيف ريكشن، يفضل انه ما يسوي لي اي هيستامين ريليز او هايبر سنسيتيف ريكشن، نو ايميتيك افكتس ما يسبب لي نوزيا فوميتنج، نو انفولينتري موفمنت ما يسبب لي حركات لا اراديه اثناء اعطاء الدراج، نو ايمرجنس نايت ميرز ما يسوي لي بعد الرفاقه هالوسينيشن او كوابيس او ديليريوم وغيرها، نو هانج اوفر افكت ما يكون مفعوله يمتد لاكثر من الحدود الطبيعيه، نو ادرينو كورتيكال سبريشن ما ياثر لي على الستيرويد برودكشن وانتاج الغده الكظريه، سيف تو يوز ان بورفيريا نقدر نستخدمها بالبورفيريا بامان، وراح نتكلم عن البورفيريا في وقتها. هذا راح يكون الجزء الاول من محاضرتنا، ان شاء الله راح نكملها بالجزء الثاني اللي تضمن كل دراج وكل مواصفاته. شكرا جزيلا والى اللقاء.